أختار الحضانة الأفضل لطفلي؟ ربما هو السؤال الأصعب في حياة كل أب وأم، سيما حين يكون الطفل في أشهره الأولى. عرفت المادة الأولى من التنظيم القانوني لدور الحضانة في لبنان بأنها مؤسسات للرعاية المتكاملة تستقبل الأطفال من عمر 40 يوماً ولغاية 3 سنوات، وتعمل على تلبية حاجاتهم ومتطلباتهم. فأين نحن من القانون والواقع؟ وماذا فعلاً يطلب الأهل من دور الحضانة وهم يسلمونهم أغلى ما لديهم؟ ربما هذه الصور لإحدى دور الحضانة في لبنان تختصر كل المطلوب: أطفال يلعبون، متابعة دقيقة، موسيقى هادئة، رعاية طبية متوفرة، نظافة تامة، غذاء صحي وسليم، أمان في كل مكان، ومراعاة لأدق أدق التفاصيل. فهل تراعي 450 دور حضانة المرخص لها هذه المعايير لسلامة أطفالنا؟ وماذا عن الحضانات غير المرخصة؟ سؤال لابد من طرحه، سيما بعد فجائع كبرى شهدتها هذه الدور. كيف بختار حضانة لطفل؟ قد مهم الأطفال يروحوا على الحضانة قبل ما يروحوا على المدرسة؟ أسئلة متعلقة خلينا نقول بحياتنا اليومية إذا كنا أم وبي أو إذا كنا ناطرين طفل. اليوم بإنترفيوز رح نعالج هذا الموضوع، رح نحكي مع المختصين ونشوف شو هي المشاكل، ليه اوقات بنسمع عن حوادث بتصير لدى هذه الحضانات. بدي رحب بضيوفي، بدي بلش برئيسة نائبة اصحاب دور الحضانة بلبنان سيدي هنا جوجو. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. بدي رحب بالاستاذة هالة زكريا نائب رئيس نقابة اصحاب دور الحضانة في لبنان. اهلا وسهلا فيك ست هالة. بدي رحب ايضا باستاذ نسيب صعب امين صندوق رئيس نائبه اصحاب دور الحضانه في لبنان. بدكم تحكوا اللغه واحده، في لغه ثانيه كمان مع سيده بانا كلاش برسلي مدير عام بويكر. رح نحكي بويكر كمان كيف عم بيساهم مع هالحضانات وشو دور بويكر في كل ذلك. اهلا وسهلا فيك نائبه. يا اهلا فيك. بدايه هل اذا انا اليوم عندي ولد خلينا نقول صار عمره 4 اشهر 5 اشهر 6 اشهر، انتم من 6 اشهر بتاخذوا ما هيك او من 40 هو يوم؟ هو القانون المفروض من 70 يوم اذا الام عامله، اذا الام عامله بدها تحط ابنها مضطره. 70 يوم كان اول شيء، 40 يوم هلا صار 70 يوم بيستقبلوا بالحضانه. طيب اذا الام منا عامله او الام عامله، بالحالتين اذا عندها القدره ما تبعت ابنها على الحضانه وتخليه بالبيت يكون عنده رعايه، شو هو الخيار الافضل بالنسبه لها، الحضانه ام المنزل مع رعايه منزليه؟ هلا بالاساس كانت الحضانه من الكماليات للطفل. هلا بوجود الام العامله المضطره انها تشتغل، حتى اللي ما عم تشتغل هو مكان لنمو الطفل ومكان ليعمل له افاي ويكون بين اصحابه وعي ويكون موجود بكادر اجتماعي ثقافي تربوي وتحضير للمدرسه ليتر اون لحتى يقدر يروح وهو مرتاح. بذات الوقت ما يكون قاعد كل النهار على التي في وعلى الايباد وعلى التليفون بعيد عن السكرينز، قاعد مع اصحابه عم بيتعلم بعض الديسيبلين يعني السلوكيات اللي هي مش اساس. فهيدا مبدئيا هلا سامبلمون يعني بكل بساطه ليش الطفل لازم يروح على الحضانه؟ مش ليكتب اسمه ولا يقرا ولا يعمل ولا هيك، ليعيش بمحل كومفورتابل له مريح له بغياب اهله. سيدي هلا كمان من الاسئله اللي بتنطرح اليوم انه اي عمر انا لازم ابعت ابني اذا عندي، عم نحكي دائما القدره واللوكس اني اختار، بأي عمر بقول لا أفضل صارت الحضانة من أنه يبقى بالبيت؟ هو صراحة الولد بمجرد ما يصير قادر أنه يلعب، قادر أنه يحتك مع غير أولاد، صار أنا I think أنه صار ضروري أنه يكون موجود بحضانة مع باقي الأولاد، يعني فوق السنة يعني بحكي. Exactly. هلا أكيد إذا كان في وضع خاص للأم أنه هي بتشتغل، وجوده بالحضانة شغلة كتير كتير بتسهل النمو تبعه بمجتمع سليم وببيئة صحية لإله، حتى هي موجوده بالحضانه. رح نحكي عن مساعده بويك، بنساعد بويك. رح نحكي عن استاذ نسيب. بنشوف اولادنا بعدهم كثير صغار، بعدهم فراجيل بنحسهم، نحن بنخاف كيف بدنا نتعاطى معهم. كثير بتخاف الام تسلم ولدها لحضانه لمعلمات ما بتعرف، يمكن عندهم خبره اكيد اكثر منا بكثير، بس ما بتعرف قد ايه رح يكونوا منتبهين، قد ايه رح يكونوا عيونهم على هيدا الولد. هون شو بتقول للامهات اللي عم يسمعوا؟ مثل ما تفضلت مدام جوجو انه من قديم كانت الحضانه زرابي، بس اليوم في بروجرامات على بالجامعات صارت تدرس لتهيئه الحاضنه حتى تحضن هالعمر من الاولاد.
وبوجود النقابة يعني كمان صرنا نشوف وين الاحتياجات تبعول كيف بدنا نطور هالمعلمة. وخلال السنوات من 2004 لهلا صارت المعلمة متطورة جدا حتى تتعاطى مع هذا النوع من العمر. سمعنا عن حوادث مؤلمة بالحضانات، هلا بعدين رح احكي عن حوادث متعلقة بالسلامة او القصص، خلينا نقول البديهيات لازم تكون موجودة، وهون بويكر بغطي جزء مهم. بس قبل، اللي بهز المجتمع اليوم نسمع انه ولد كان بحضانة ومات، قصة مهولة، يعني انه عائلة بتبعت ولد على الحضانة، العائلة بتقول ما بشي، بيرجع لهم جثة هامدة. يا لطيف، وهيدي مصيبة، مصيبة عليكم اكيد، مصيبة كتير كبيرة على الاهل. هيدي الاخبار اللي سمعناها فتحت كتير علامات استفهام على مستوى السلام الموجود، على هذا الانتباه على الاطفال. لا، هي من ابشع الشغلات اللي ممكن تصير بالمجتمع، الحضانة، بالمستشفى، بالبيت، فقدان طفل. بس الابشع من كله انه مثل ما حضرتك تفضلتي انه يروح على الحضانه وما بشي مثل ما حكينا، وصار معه موت مفاجئ، صار معه هو عم بياخذ بيبرون تشردة، التقرير الطبيب الشرعي بفرجي شيء، الحياه بتكون شيء، المهم الطفل توفى الله يرحمه. مصيبه على اهله اول شيء، فقدوه بعمر معين، وانت بتعرفي الطفل ان شاء الله لو عمره جمعه خلق أكيد. له تعلق بأهله، له أهلهم له تعلق فيه. هيدي مصيبة، ليش هالشغلات صارت أو ممكن لا سمح الله تضل تصير؟ ما بتخيل قصة بس حضانة عم بينتبهوا أو ما عم بينتبهوا، هل هن مستوفين الشروط؟ هل في عندهم عن جد رعاية مزبوطة؟ هل ملف الطفل مكتمل؟ يعني سألوا أهله عن البيرسونال انفوس تبعوله، عن معلومات الخاصة بالطفل، الطفل عنده هون في دور على النقابة يعني أكيد سيدي. هون طلع في دوسيه بالتعاون مع وزارة الصحة بينعطى لصاحبة الحضانة اللي ما بتعرف تحمي نفسها ورقيا مع تجاه الأهل، يعني الأهل يعبوا شو حالته الصحية بالقليلة، عنده ثقب بالقلب لا سمح الله، عنده هو عم بيتنفس، هو أندر شيكور معينة، عنده ألرجيز معينة، ما بيسوى يأكل فراز، ما بيسوى يأكل. الحالات اللي صارت شو كانت؟ ليك الحالات اللي صارت وهزت، خلينا نقول هزت المجتمع. هلا انت بتعرفي كاعلاميه قديش الاعلام، وحكينا هديك اليوم وقت كنا بالفينيسيا قديش الاعلام بياثر بهيدا الشيء. اكيد ما بدنا نستهتر بموت طفله بحضانه اكيد، بس بعتقد وانا شفت وقت التقرير طبيب الشرعي، شفت ثلاث تقارير لنفس الطفله وكل واحد مختلف عن الثاني، فما بقدر جاوبك ليش. شو التفسير؟ ما بعرف، مرة قالوا في كان شي حليب بالرواية، مرة قالوا موت مفاجئ، مرة قالوا البنت أصلا مريضة بس هني ما قايلين، كل مرة كان عم بينقال شي. فحتى ما نرجع القصة صار لها يمكن شي أكثر من 8 سنين، هاي اللي أكثر شي أخذ ضجة إعلامية. أنا ما بقول ما يتضوا عليها، يمكن تربوا الحضانات التانية، يمكن صاروا يخلوا الأولاد، يخلوا المعلمات قاعدين محل ما بناموا الأولاد أكثر من الأول، كانوا أكيد. بالأول يحطوا الأولاد يناموا يسكروا الباب عليهم، صحيح، وإنه وقت النوم الولد ما بوصل له شيء، هو أخطر شيء الطفل بأثناء ما في غير المحاسبة والإعلام بيخلي أكيد. الأمور على كل حال تصطلح. فأنا بقول لك إنه في شيء اسمه بالحياة ترايل أند إيرور، بس مش على حساب الطفل، ممنوع تكون على حساب الطفل. مشان هيك نحن بالنقابة صارت الحادثة هاي، كانت النقابة تأسست، نحن نقابتنا تأسست بال 2004، وبعتقد بال 2005 2006 صارت الحادثة أو 2007 ما بتذكر مزبوط، وصارت من وقت ديركت ما وراها حادثة ما تضوا علي إعلاميا، ديركت ما وراها بشهر بس صارت حادثة. شو السبب؟ الأهل هنيك قالوا قضاء وقدر وما عملوا أي شيء واستسلموا لأمر ربنا، ولأنهم بيعرفوا صاحبة الحضانة قديش منتبهة، وبيعرفوا أنه والبي يعني هو عطاها البيبرون، يعني عرفتي، يعني ما كان في ملامة هون على ما حسوا في ملامة، لأنه هو عطاها البيبرون، قاعدها بالتخت بوجود صاحبة الحضانة، إجت هي عم تشيلها على الرضعة الثانية ما في حضانة. سو هدول شغلات ما بتقدري تعرفي فيها إلا عن جد ما تكوني على أرض الواقع. يعني يحكى ويقال، يعني بعد في
حوادث عم بتصير وما عم نسمع عنها او ما في؟ يعني الحمد لله الحمد لله هلا صرنا فتره ما عم نسمع شيء. قد ايه يعني فتره عم نحكي؟ بتصور صرنا شي سنتين. شي سنتين ما سمعنا شيء ابدا. واخر مره كانت ولد كان طفل مريض وحطوه بالحضانه وما بلغوا اصحاب الحضانه انه بتعرفي لما بياخذ البيبرون وعنده ثقب بالقلب شو بصير. فهيدي من الشغلات يلي بصير فيها التوعية ثرو ورش العمل اللي بتعملها النقابة للحاضنات للممرضة لأصحاب دور الحضانة انه بليز انتبهوا قد ما فيكم. ما بدنا شهادة البكالوريا اخر السنة، بدنا سلامته، بدنا الامان تبعه، بدنا نحافظ عليه مش بس ما يوقع، مش بس ما ينجرح، مش بس لا سمح الله ما نوصل للاكستريم، اوكي، حتى ما ياخذ برد. يعني شوف الرعايه قديش عم بتكون منحاط الطفل عم بيكون بالحضانه. صحيح. بقى اليوم في كمان حوادث بتصير ما بتكون حوادث كبيره، يعني الاعلام ما بيتنقلها، الاهل ما بيعملوا منها قصه، هيدي كل يوم بتصير انه مسائل خلينا نقول عاديه طبيعيه بنغض النظر عنها، بس في حضانات مستوى الرعايه، مستوى النظافه، مستوى الاهتمام فيها اكثر من غيرها، وكيف الاهل بيعرفوا وين بده يروحوا؟ طبعا هلا بوجود الاميات العاملات اللي عم بيتزايد عددهم هالايام كثير عم بيزيد عدد الحضانات، وعدد الحضانات والنيرسريز الحضانات لازم يكونوا مثل ما تفضلوا كلياتهم متخصصين بهيدا المجال. هلا ومثل ما بنعرف كلياتنا انه يمكن الاهل اول شيء بفكروا فيه انه انا وين بدي احط ابني بمحل امن انه هو بمحل سليم نظيف بيئه سليمه ما بيتعرض لحوادث او اخطار. وهون شركه بويكر لانها مرجع بالصحه العامه كافلت خبراتها مع المعهد الملكي للسلامه البيئيه ببريطانيا وعملوا شهاده اسمها شهاده معايير سلامه الاطفال اللي هي Safe Childcare Certificate اللي بتضمن عدة نواحي. هو برنامج متكامل بيغطي تدريب للحاضنات للمعلمات اللي موجودين على السلامة، على كيف نتفادى حوادث العمل، كيف نقدر نأمن، كيف منحضر الأكل بطريقة سليمة، كيف نتفادى من انتقال العدوى بين الأولاد. هاي أول بارت منها. تاني بارت بيضمن أنه هالحضانة عم تخضع لبرنامج تعقيم كامل، يعني عم نقتل هالجراثيم اللي ممكن تنتقل من ولد لولد، عم نخفف من نسبة انتقال الأمراض، من نسبة العدوى، وبالتالي من نسبة غياب الطفل. 40% من حالات التسمم اللي بنسمعها عم بتصير عند الأولاد اللي عمرهم تحت الخمس سنين. سو كتير مهم نكون عم ننتبه لموضوع سلامة الغذاء، وهيدي الشهادة كمان داخل ضمنها موضوع سلامة الغذاء. عدا هيدا الشيء في عنا توعيه للاهل كمان، لانه هن بدورهم بده يكفوا دور الحضانه وهالشغل اللي عم ينشغل عليه. واول شيء واخر شيء بنبلش فيه هو التقييم للحضانه. التقييم اللي بينعمل من خلال اختصاصيين مستشارين من بويكر شغلتهم انه يروحوا على هالحضانه ويطلعوا على كل الامور اللي بتتعلق بالسلامه العامه، بالنظافه، شو بعد في يعني بهالامور اللي ممكن لنخفف من حوادث العمل ولنخفف من اي شيء ممكن يطرق على الولد. بهالطريقه اتليست عم نخفف الريسك كثير وعم نضمن انه هالولد عايش ببيئه سليمه. طيب انتم كمان عندكم مطالب وعندكم مشاكل، خلينا نقول اطلقتوا هاشتاج صعب الاحتضان. انا هلا لشفته عاملين لي منشن من يومين، بس هي اول مره بوقع عليه بشوفه، صعب الاحتضان، لانه مطلبكم من وزير التربيه اللي اسمه صعب. اختيار حلو على كل حال، خلينا نقول الكلمتين مع بعض. خلينا نشوف ليه صعب الاحتضان، شو بدكم منه للوزير ابو صعب. بدي اتوقف مع فاصل، وكمان اللي عم يحضروكم وبيشاركوا عندهم اسئله خلينا نقول لهم استخدموا هيدا الهاشتاج اللي هو رح يوصل مباشره لنقابة الحضانات بلبنان، رح يستمعوا لأسئلتكم يجاوبوا عليهم إذا نحن الوقت ما كفينا. وبعد الفاصل رح نشوف شو هو مطلبهم من وزير التربية الياس بو صعب. فاصل ونعود.
نتابع هذا اللقاء. خليني أقولكم أنه عم تتوالى علي التعليقات وعم بيخبروني عن حوادث عم بتصير بالحضانات، لأن حضرتك يمكن قلت صاركم سنتين منكم سامعين، عم بيقولولي أنه نيسان الماضي مش هذا يمكن اللي قبله فجع الرأي العام بخبر وفاة الطفل اليو سلوم اللي عمره 3 أشهر بحضانة كلارينات إزوي، بعتذر عم سمي بعجلتون. قبله بأسبوع توفي الطفل جنى في حضانة في حي السلم ببيروت، بعتقد حضانة حي السلم كمان معروفة، حنحكي عنها بالإعلام ما هيك. والدة جنى لا تصدق الفاجعة التي حلت عليها، تشكك في حديث النهار بالتقارير الأربعة التي أصدرها الأطباء الشرعيون نظرا إلى التناقض فيها. شو بيصير بهالأحوال؟ يعني شو بيكون صاير؟ كيف بيجي أربع تقارير مختلفة؟ هون حكيت كمان أستاذة جوجو عن 3 تقارير مختلفة. يعني هذا الشيء نحن ما فينا نجاوب عليه، هذا الشيء بعتقد بس هذا بطالكم، لازم تحكوا لأن بطالكم. صحيح. هلا هو بالنهاية التقرير بيجي من الجهات المسؤولة مش منا، يعني ما بعرف ليش بيغيروا بتقاريرهم بهالطريقة هيدي، بس واخر شيء بتنطمر الخبرية. يعني مثل ما تفضلتي حضرتك هلا وقلتي إنه بس يجي 4 تقارير ببين إنه في حالة وفاة معينة وليش صارت، يا الأهل بيرجعوا بيتنازلوا عن حقهم وبيتسكر الملف لسوء الحظ. شو بيصير بالحضانة؟ عم بيكون في إجراءات صارمة؟ صحيح، عم بتروح وزارة الصحة وعم بتسكر هدول الحضانات. أنتوا مع بالصعوبة مرات، بس بالنهاية عم ترجع تسكر. أنتوا مع إقفال الحضانة في حالة التقصير على أكيد أكيد، نحن مع كل حدا عم يشتغل مع القانون ومع المطالب المستوجبة انه يمشي فيها نحن معه، بس كل حدا بقصر فيها نحن اكيد مع تسكير الحضانة. استاذ سيب، كم حضانة في ضمن نقابتكم؟ في نقابة ثانية كمان مثل ما فهمت، في نقابتين؟ نعم، حتى في اشخاص من تسبين معنا وعن نقابة ثانية، لانه هيدي شغل لما نكون عم نشتغل بالطفولة نحن ما في شيء اي خلاف. بس ما بتقوى اذا بتكونوا نقابه وحده، ما بتكونوا اقوى؟ يمكن اقوى هلا، لانه نحن مرات نتشارك مع بعض بامور كثير منيحه ومعنا هالنيه السيئه وفي تواصل دائما مع بعض. ومطالبكم وحده؟ ببعض الامور في محلات هن بغطوا، في محلات نحن بنغطي، في مرات مطالبنا وحده. يعني مثلا مثل مرسوم ال 11930 مطالبنا واحد اللي بخص، خلينا نقول هون الوزير مصعب. وزير مصعب. طيب انا كنت مفكره انه هي بتخص وزاره الصحه مش عند وزير التربيه، مساله الحضانات مش مفروض وزير لا الصحه. لا وزير الصحه. نعم، لانه عم تطلبوا من وزير مصعب، قلت له صعب الاحتضان. ليه من الوزير مصعب؟ اشرح لنا شو هيدي القصه باختصار. الوزير طلع بال 2014 مرسوم بينزل العمر من 33 شهر ل 32 شهر انه يستقبلوا الولد بالمدرسه بالحضان. يوم اللي بالمدرسه يعني سنتين وثمانية شهور. نعم، يما تقريبا، وبمحل معين شرع هالباب على المدارس انها تفوت بشغله مش لها، واكيد مش لها. عملنا دراسة وشفنا هاي من وين جاي، من أصل ما بدنا نحكي عن أمريكا اللي هي ما عندها السيستم، ولا إنجلند 6 سنين أمريكا بعتقد. نعم، صح. عملنا دراسة عن يوروب اللي هي تقريبا تحصي 32 دولة، الأكسبشن الوحيدة أما الشواذ الوحيدة هي بفرنسا، وفرنسا لهم قصة، لأنه فرنسا عايزين كانوا بما أنه بلد المساواة والحرية والكذا وفي تقريبا 10% من المدارس خاصة و 90% من المدارس رسمية، تبنى الوزير انه يستقبل هالعمر الصغير لانه المرأة تعمل والرجال. باقي باوروبا من عمر 3 سنين بياخذون للاولاد او 4؟ في شيء 3 وفي شيء 4. في عندنا سويسرا 6 مثلا، فرقة 4 اشهر يعني. نعم. عندنا انه 4 اشهر اقل. بس العلماء لما عملوا هالتجربة، العلماء من 10 سنين لحديت هلا قايم الدنيا وقاعدة، ووصلوا لمرحلة انه الوزير التربية اقتطع من الميزانية العامة 7 مليار يورو حتى يطلعوا من هالمصيبة اللي هن بيعتبروها مصيبة وشالوا حالهم فيها، تيرفعوا خلينا السن دخول المدرسة لا يعرفوا ناس عن شو عم. وهلا عم ببلشوا يرفعوا سن دخول، بعد عندهم هلا يوصلوا لل 2005 بعد عندهم بحدود ال 200 ألف محل، بس اليوم في مش مين ما كان بفوت بهيدا العمر، مش كل الشعب الفرنساوي، بس بالمناطق النائية اللي ما فيها حضانات، بس بالمقابل دعموا الحضانات ب 7 مليار يورو. يعني 11 ألف محل بالسنة عم بيأمنوا، 35 ألف حاضنة عم بهيدا حتى يرجعوا هل
قطاع اللي هن اعترفوا انه غلطوا فيه. أوكي. بالمقابل نحن جينا على لبنان من بعد ما هالاشخاص اعترفوا والعلماء قالوا انه هيدا الشيء منه منيح، جينا على لبنان. حضرتك بتعرفي انه القطاع الخاص بالمدارس هو مسيطر على اللعبه، لانه 66% من المدارس هي خاصه و33 رسميه. بمحل معين بين معنا انه المدارس هيك عايزه اولاد، بمحل معين عم تكبر المدارس، عم يكبر حجم الشغل، وبدهم فبدهم الاولاد بعمر مبكر اكثر. وفي كمان دراسه بتقول انه في عندنا 11%، هي دراسه من وزاره الصحه، نحن كان الولادات عندنا تقريبا بحدود ال 120,000 بالسنه، هلا نزلت لل 85,000 من بعد 3-4 سنين. يعني في كمان الولادات خافت، في الولادات كمان اللاجئين والنازحين رفعت اكثر بكثير. هو اللي عندهم طاعات، نحن دراستنا مختلف. على الخاص مش على الرسمي. أوكي. مش على الرسمي. بدي اسمع منك استاذه جوجو، شو هو مطلبكم تحديدا من وزير التربيه؟ مطلبنا رح اقول لك باختصار، بس بدي يكون يعني ما بعرف اذا بدك توصفيني شوي اجريسيف، لانه من سنه ونص كان صارنا سنتين ناطرين الموعد عند الوزير الياس بوصعب، يلي نحن بنجلل له كثير الاحترام، لانه الحقيقه كوزير تربيه عم بيعمل شغله بوزارته. طلبنا منه موعد وهو عارف شو السبب، فالموعد ما كان يجي. لما وصلنا على الموعد ومعنا عريضة بتبلش من فوق بتخلص تحت كل الحضانات بنقابتنا وبالنقابة التانية ماضيين على هالعريضة، انه نحن منرفض انه يكون عمر الاطفال بفوتوا على المدارس من 32 شهر وطلوع، يعني هيدول الاطفال ما عم بياخدوا حقهم بالحضانة، ما عم بيستفيدوا من الـ الفاسيليتي اللي عم تعطيهم اياها، التسهيلات اللي عم تعطيها الحضانات، وعم بينظلموا. سو غير انه في ناس عملوا انفستيسمون كثير كبير، ونحن عم نحكي نقابيا هلا ونحن مسؤولين عن حضانات لبنان، ما عم نحكي باسمنا الخاص. سو عاملين انفستيسمون كثير كبير بمشاريعهم، لانه مشروع هو بزنس بالاخر، مزبوط. سو بعد ما وصلوا بنص الطريق وحطوا في منهم كل شيء فيما فوقهم وتحتهم اللي عملوا الحضانات، بينزل العمر لاستقبال الاطفال بالمدارس توب من 3 سنين. اول شيء كنا 4 سنين، نزلنا لثلاث سنين، هلا صرنا سنتين واربع اشهر، صرنا سنتين وخمس اشهر، صار بعد شوي الطفل بالحفاظ خليه يفوت وبينضاف عنا. عم بحكيكي شو عم بصير على الواقع، وبتقريهم على هاشتاج هدول من العالم شو عم بيشكوا وينعوا. قابلنا الوزير، بعدنا ما قعدنا اوكي، يعني استحيت شيل البتيشن من جزداني. نحن غلطنا بالقرار، نحن رح نتراجع عنه، من بكره رح تسمعوا الاخبار الطيبه. شو بتقولي انت ساعتها؟ الحياه زهر. ظهرنا لقيناها الحياه كثير زهر. انطرنا اول يوم ثاني يوم ثالث يوم. تذكرت انك بلبنان. تذكرت بس قد ما كثير اخذنا كثير ثقه، يعني هالزهر صار يروح لوصل لبوردو بالاخر. انه بعدين طب وبعدين رجعنا طلبنا موعد وفولو اب يلي هو بس لا تندهي ما في حدا. طب شو عم بصير هلا لحتى اقول لك؟ الحضانات يلي بتستوعب 60 طفل يا دوب عندها 20 طفل. نتيجتها موظفين قدم عم بيطلعوا من الشغل. يعني اليد العاملة اللي كنا نحن عم نستقطبها والمعاهد اللي عم بتخرج حاضنات، لمين عم تخرجهم؟ لمين عم بتجيبهم؟ اوكي؟ الأهل طبعاً بخوفهم إنه بحط بالحضانة ولا بحط بالمدرسة، لا بكسب حالي بحط بالمدرسة، لأنه قال لي المدير إذا ما حطيته السنة الجاية ما بياخذ لي. وإذا رحت أقدم طلب لخيه للخي الكبير، وعندي خي صغير شافه على الابلكيشن، عنا ولد صغير عنده 9 اشهر، بيقولوا له جيبيه معك، اذا ما فوتي ما بناخذ الكبير. فصارت الشغله كاريمون شانتاج. عم نتخانق على الاولاد، شو عم ننتفهم؟ مش عم نتخانق عليهم، عم ننتفهم. وين عم تطلع بالاخر البروبلم الكبير؟ على استمراريه والضيان تبع الحضانات. عم تسمعي حضانات بتفتح وحضانات بتسكر، لانه صرنا سنتين هلا ما حدا عم بيبوح بمشكلته للاخر، كل واحد مفكر مشكلته من عنده.
بفتكر حاله هو مقصر، شو عم بصيروا بيعملوا؟ بحسنوا بحالهم، بحسنوا بحالهم، كل شيء معهم بحطوه. والاولاد بالمدارس. والاولاد بالمدارس. خلينا نقول انه في 500 حضانه تقريبا بلبنان. 450 470 عم بقول لك بيفتحوا بيسكروا، ما بتعرفي فيهم، وفي منهم ما اخذوا رخص بعد، وفي منهم تحت البروبيشن بعد 6 اشهر. سو هيدا الرينج يعني تبع الشيء، بس انا عم بقول لك هذا القطاع مهدد. مهدد جدا. فالشغلة كتير هينة إنها تصير استقبال الأطفال بالمدارس ابتداء من 4 سنوات مثل ما كنا من قبل، احتراما للطفل يعني ولحقوقه. بتيت سيكسيون اوكي. يعني في شيء متفق عليه انه باكتوبر يكون مطبق 3 سنين ليفوت بتيت سيكسيون، 4 سنين يكون فوت موين سيكسيون، بس نحن عم نعلي السقف لنوصل للسقف الواطي للبتيت سيكسيون. يعني بتيت جاردان مثل ما كنا قبل، مثل ما كنا قبل. خليني اقول هون انه في مدارس عندها حضانات كمان. هيدي بالمرسوم فتحوا استثمار حضانه، ممنوع استثمار وفتح حضانه بقلب حرم مدرسي. شو صاروا يعني تقطعي الشارع وتروحي لبرا؟ هيدي اسمها المدرسه شيء، هيدي حضانتها. أوكي. فبتخلصوا من هون بري كونديسيون اذا ما بتجون، بس بيكونوا عم بيستعملوا نفس الملعب، عم بيستعملوا نفس البريميسز. المعلمات يلي عندهم ما كل هالقد واو بحطوهم بالحضانه، وبحطوا اولاد المعلمات وبحطوا الاربع سنين مع الاربع اشهر وهلم جرا. مين عم بياكل الضرب؟ مالي عم بحكيكي من ألم. أكيد. ألم ألم الطفل ليش ما عم بينمى بهالمطرح اللي لازم ينمى فيه. بيأكل أكل سخن، بنام على متلا، بياخد الريكري تبعيته، بيحضر ماريونات، بيعمل تياتر. هدول وين بيشوفهم بالمدرسة؟ هدول المعلمات. المعلمات اللي متخصصات لحتى يشتغلوا مع الولاد شيء، والمعلم اللي درسي يعني elementary school جاردينيير عم يحكي جاردينيير دو كلاس، ولا المعلم اللي درسي elementary ابتدائي عم بتدير 25 ولد بعدها بيعملوا لهم ابال بالصف، بينما هونيك قاعدين سيركل تايم وعم نغني البونجور دي ماتان. يعني الولد عم بعيش طفولته. فنحن هلا الهاشتاج اللي عملناه صعب الاحتضان، صعب الاحتضان، المشاركة فيه وصلت هلا لل100,000، ونحن بنتمنى 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 من هالمنبر، ونحن قلنا كثير عن جد يعني مثل ما بيقولوا الأملية إنه عم نحكي بهالتون هيدا، لأنه عن جد أطفال لبنان لازم حدا يتطلع فيهم، بكفي نحن الكبار شو عم نعاني، مش ضروري نحطهم بالملغوصة تبعنا ونحطهم بالكراكيب تبعونا، خلينا نحيدهم. خلينا نسمع كمان رده للوزير بوصعب، مفروض انه يكون ضيفنا ب 26 شهر، بعدنا عم ناكد على كل حال معه على هذا الموعد. انا اكيد رح نقول صرختكم، وانا اكيد انه عنده تفسير للي صار، وان شاء الله اذا مثل ما عم تحكي استاذه بتراجع عن قراره، لو كان صعب التراجع بس مش صعب الاحتضان، ومنشوف فعلا انه بتوصلوا الى مطرح اللي بتعتبروه انه هو حق لكم وافضل للطفل هو اللي بيصير. انا بتشكركم مره جديده. ما نتوقف مع فاصل مشاهدينا، بعد الفاصل رح كون مع سيدة روسية تزوجت لبناني بتنتبه على بنتاعل، على الريزيرف تبع بنتاعل، السيدة إيرينا صقر، ناشطة جدا يمكن أكثر من 40 سنة أعطت كل عطاء في لبنان. رح نكون معها نشوف كيف بتشتغل، كيف بتقوم بالعمل الاجتماعي اللي بتقوم فيه، وأنا بشوفكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.